للحديث عن إعلان السلطات في المقدادية حظرا للتجوال والاتهامات الموجهة للميليشيات بمحاولة تغيير ديموغرافي للقضاء وخلفيات هذه الانتهاكات والجرائم، ينضم إلينا عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي عبد القادر النايل. مرحبا بكم أستاذ عبد القادر. اهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. اهلا بكم. وعبر سكايب ايضا من فيينا امين المنظمه العربيه لحقوق الانسان في النمسا الاستاذ ضياء الشمري. استاذ ضياء مرحبا بكم. اهلا وسهلا وتحيات للجميع. ابدا معكم استاذ عبد القادر. السلطات الحكوميه تجدد اعلان حظر التجوال في قضاء المقداديه، طبعا هذه الحاله جاءت بالتزامن مع مطالبه عشائر بني تميم تنفيذ ما اسموه بالاتفاق للبدء بتجريف البساتين. بدايه، كيف تقيمون وكيف تنظرون إلى هذا الاتفاق، ومن هي الجهة باعتقادكم التي اتفقوا معها؟ من المعلوم تماما أن ما يجري في قرى المقدادية له مشروع خطير وأبعاد تضر بالعراقيين والعراق بسيادة العراق وبحكومة العراق، وبالتالي ميليشيات الحشد الشعبي والفتح وتحديدا هادي العامري هو الذي يقف وراء كل هذه الجرائم، لأنه منذ وقت مبكر ديالى أصبحت تحت سطوة العامري هادي العامري وتحت سطوة ميليشيات بدر، وبالتالي جميع رؤساء الحكومات السابقة عندما يتم زيارتهم من قبل بعض الأطراف السياسية المحسوبة على ديالى كانت تتجه الأنظار إلى أن القرار الرسمي لديالى تحديدا بيد هادي العامري، ومعلوم تماما أنه هادي العامري ارتباطه بإيران، وبالتالي إذا إيران تقف خلف أحداث ديالى بكل تفاصيلها منذ عام 2003، لأنها تعتبر محافظة ديالى هي الأقرب لها بريا باتجاه بغداد وباتجاه الآن ما يجري من طريق جديد تريد رسمه باتجاه الموصل وسوريا. لذلك هذا الاتفاق هو مع ميليشيات الفتح ومع ميليشيات الحج الشعبي بطريقة واضحة تماما، لأنه ما يجري من كل هذه العمليات هو لمشروع خطير لا يقع حدوده عند قرى المقدادية فقط، وإن كانوا قد بدأوا فيها، وبالتالي تجريف البساتين هذه جريمة كبيرة يراد من خلالها رسم طريق جديد بري لإيران. عملية تجريف البساتين أستاذ عبد القادر بعجالة لو سمحتم، يعني تمت بعد زيارة القيادي في ميليشيا جيش المهدي حازم الأعرجي، ما مدلولات ذلك أستاذ عبد القادر؟ مدلولاتها واضحة تماما على أن الميليشيات كلهم في طريق واحد وأن إيران تقف خلفهم، وبالتالي لا فرق بين حازم الأعرج المحسوب على مقتدى الصدر وهادي العامري وميليشيات الفتح. طيب. وبالتالي هم يعمد على تنفيذ أجندات إيرانية واضحة تماما. أستاذ ضياء، إلى أي مدى تتحمل السلطات الحكومية ما يجري من جرائم وانتهاكات في محافظة ديالى ضد المدنيين؟ هنا أين الحقوق المدنية بالنسبة للقوات الأمنية، ويجب أن تكون هي حامية للمواطنين يعني بالضد تقف بالضد من قبل الميليشيات، أين حقوق المدنيين في ذلك؟ من طبيعة الحال أنه الدولة والسلطة الموجودة بالعراق أو الجيش والأمن والشرطة هم مسؤولين عن حماية المواطن الذي يسكن في هذه المناطق الذي يحدث فيها انتهاكات لحقوق الإنسان. المفروض على الحكومة العراقية أن تقف حد عدم الانتهاكات، ولكن الحكومة العراقية الظاهر والواضح وهو الموجود على الساحة المعروف عنهم أنه مكتوفة الأيدي ولا يمكن أن تقوم بأي عمل لإنقاذ المواطنين، لأنه إحنا تحدثنا مع كثير من المواطنين الموجودين في منطقة ديالى ويقولون الجيش قال لنا اخرجوا احنا لا نتمكن من حمايتكم. هذا يعني دليل قاطع على ان الحكومه العراقيه غير قادره لحمايه المواطنين العراقيين. هذه المشكله مشكله كبيره، مثل ما حدث في جرف الصخر، لانه ايضا جرف الصخر هجروا الناس من هذه المنطقه من القرى والارياف واعتبروها منطقه ايرانيه بحته بالوقت الحاضر، والمقدادية الأخ المتحدث قال هي قريبة عن حدود الإيران. نعم هي قريبة عن حدود الإيرانية، ونعرف إحنا هذه المناطق مناطق زراعية، وتريد السلطات العمائم في إيران السيطرة على هذه المناطق بالانتهاكات لحقوق الإنسان حتى ينزحون هذه، مثل ما حدث في الموصل، ينزحون من هذه المناطق ويأتون
بعوائل أو بأشخاص هم موالين إلى إيران أو هم بالحقيقة إيرانيين مثل هادي العامري وبقية المجاميع الميليشياوية التي تحكم العراق في الوقت الحاضر. أستاذ عبد القادر، لماذا في هذا التوقيت تحديدا تعود الجرائم والانتهاكات بهذا الحجم ضد المدنيين في محافظة ديالى، خاصة أنها أتت كما تعرفون بعد الانتخابات الأخيرة وبعد أن خسرت الأحزاب الميليشياوية مقاعد كثيرة، وخاصة أنها قد يعني هددت بالفوضى ستجر البلاد في حال خسارتها للمقاعد في الانتخابات الأخيرة؟ ما يجري في ديالى هو مرتبط بنتائج الانتخابات مؤكد تماما، وبالتالي ديالى يعني عندما لم يستطع الميليشيات رغم كل هذا التغيير الديموغرافي أن يحصدوا فيها مقاعد عديدة فشلوا فشلا ذريعا، فلذلك يجري عقابهم بهذا الإطار. ومعلوم تماما القضية تتزامن مع مشروع إيران الذي يريد حقيقة إشاعة الحرب الأهلية في العراق من أجل تجنيب وبالتالي تصدير أزماته إلى دول الجوار، ومن ثم إحراق العراق وإشغال العالم بالعراق لينأى بنفسه عما يجري من ضغوطات دولية عليه. وثانيا أيضا هو مرتبط أيضا بمشروع الطريق الذي تريده إيران للوصول إلى سوريا وإحكام قبضتها على أقليم كردستان، وكذلك دعم تنظيم البكك الإرهابي في شمال العراق. وهناك معلومات دقيقة كشفها الميثاق الوطني العراقي حول أنه هناك المعسكرات التي جرى تدريب هؤلاء على الطائرات المسيرة البكك والميليشيات، وميليشيات أجنبية يراد زجها لمعركة أدلب القادمة، كلها جرى تخريجها قبل شهر في معسكر مجاهدي خلق سابقا، وبالتالي الآن يتم تأمين طريق لنقل الطائرات المسيرة ونقل هؤلاء العناصر. وبالتالي الارتباط له ارتباطان، ارتباط دولي وإقليمي بإيران وهو الطريق، وارتباط ما أفرزته الانتخابات، ولذلك يجري عملية تهجير واسعة لقرى ديالى. ولذلك الحادثة مفتعلة، لأنه لو قلنا أن المشكلة ما بين قرية الرشاد وقرية نهر الإمام لاكتفت تهجير نهر الإمام، الآن انتقلت القضية إلى عدة قرى وقرى بعيدة تماما عن الحادثة، مما يؤكد أن القضية مفتعلة ويراد منها عملية خطيرة تماما تجري في ديالى. ضياء، ماذا عن الدور الأممي؟ لماذا لم يكن تدخله بحجم ما كان في الانتخابات البرلمانية الأخيرة؟ أليس ما حصل في قرى المقدادية يمثل جريمة ضد الإنسانية؟ بالتأكيد هذا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الموجودة يعني أشارت على الانتخابات العراقية وأشارت على التزوير الموجود في الانتخابات وأشارت إلى عدم المشاركة المواطنين العراقيين في الانتخابات، المشاركة البسيطة التي قام فيها العراقيين بالانتخابات. ولكن الحكومة العراقية لازم نعلم أنه الحكومة العراقية مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل، هذا هو الظاهر على الساحة. هذه الجرائم لو تحدث في أي بلد آخر لكانت الحكومة العراقية لكانت هذه الحكومة الموجودة في هذه المنطقة تزاح ويصير العالم ضدها. أنه ما حدث في مصر وإحنا شفناها، ما صار القتل بقدر ما صار القتل بالعراق. في مصر انقتلوا 36 واحد، ولكن أزاحوا حسني مبارك وأتوا بنظام جديد بغض النظر عن هذا النظام وشكليته، لكن أنه أزاحوا هذا النظام الذي ارتكب جرائم. اليوم ترتكب الجرائم في العراق على قدم وساق وأمام أعين الناس وأمام الصحفيين وأمام كل المجتمع العالمي، ولكن الحكومة العراقية بادية وسلطت على أرقاب العراقيين، هم من يقتل ويدمر العراقيين. إذن هنالك مخطط كبير لتدمير هذا المجتمع وتدمير البنية التحتية للمجتمع. هذا الذي يضح للمنظمات الحقوقية في العالم، حتى الأمنستي انترناشونال كتبت عن التقرير، كتبت عن الانتخابات بالعراق وأشارت أنه هذه الانتخابات لا تمثل الشعب العراقي. يعني معناتها أنه كل العالم يعلم والمنظمات المجتمع المدني تعلم، ولكن الدعم للحكومة العراقية أولا من بعض الدول الجوار من ضمنها إيران وبقية الدول العربية أيضا يدعمون هذه الحكومة، وسلطوا يعني إذا بعض الشخصيات هو معتوه عقليا يصير قائد سياسي أو قائد مجموعة كبيرة بالعراق.
يعني حقيقة وصلوا الحال أنه اللي يحكم العراق هو معتوهين عقليا، وهذا هو الأمر الذي يحدث في العراق. على ذكر دول الجوار أستاذ عبد القادر، الاستيلاء واغتصاب قرى المقدادية غايتها إيجاد ممر لتنفيذ عمليات عسكرية ضد المدنيين في سوريا، ولكن ألم يلزم أو تلزم حكومة الكاظمي نفسها بأنها لن تتدخل بأزمات دول الجوار؟ كيف ترون ذلك؟ أولا الكاظمي جزء رئيسي لأنه صمت عن جريمة المقدادية وصمت عن جرائم كثيرة، منها نقل الأسلحة إلى سوريا عبر القائم سابق يعني، وبالتالي عندما أصبح الطريق خطرا انتقلت إيران إلى الطريق الثاني عبر ديالى. فالكاظمي مشارك وداعم، وإلا بماذا يبرر صمت الكاظمي إلى الآن؟ تقتل وتهجم عوائل وقرى بالكامل في ديالى، والكل يعلم، بحيث أن التظاهرات عمت من النجف بياناتها إلى البصرة إلى بغداد، وبالتالي موجود الإعلام يسلط الضوء على هذه القضية. لماذا الكاظمي إلى الآن لم يخرج بتصريح؟ لماذا لم يزر هذه القرى؟ لماذا لم يزر هؤلاء المهجرين؟ لو كان غيرهم رأيناه يزور شخصيات أو عوائل قتلوا على يد الميليشيات، لكن قرى كاملة تهجر. وبالتالي الكاظمي أثبت طائفيته، وثانيا هو من يطلق يد الميليشيات، ولذلك لا أمان للكاظمي لدول الجوار. على دول الجوار أن تفهم أن الكاظمي هو يريد أن يجدد له ولاية ثانية من خلال دعم الميليشيات ودعم تغولها، وإلا ما فعل الكاظمي مع حزب البكك الذي يتخذ من سنجار مقرا له ويستهدف الدولة التركية على سبيل المثال. ماذا فعل الكاظمي وهناك ميليشيات وأسلحة تنتقل يوميا إلى سوريا وتقتل الشعب السوري عبر العراق دخولها؟ ولذلك الكاظمي حقيقة شاهد زور على معسكرات جرف الصخر وما يجري فيها من تدريب أجانب وغيرهم، وإلا لو كان الكاظمي حقيقة لأوقف رواتب الأجانب من الحوثيين وحزب البككة ومن حزب بعض المجندين الأفغانيين، رواتبهم الآن على مؤسسة هيئة الحشد الشعبي. طيب أستاذ ضياء، في ظل تقاعس القضاء في العراق عن الجرائم المتكررة في أراضيه المختلفة، سؤالي هنا ما إمكانية تدويل قضايا التهجير والقتل المنظم خاصة التي تحدث الآن في محافظة ديالى؟ هل هناك إمكانية لتدويل قضية ديالى مثلا؟ نعم، هناك قضايا كثيرة ومن ضمنها قضية ديالى بالآونة الأخيرة، لأنه المشكلة بالعراق مشكلة كبيرة، يعني مشكلة التهجير ليست في منطقة ديالى بالوقت الحاضر، وإنما في كل العراق حدث، ودخلوا عناصر من غير المناطق سكنت المنطقة الأصليين في هذه المنطقة. حدث هذا في الموصل، وسيحدث وحدث هذا في جرف الصخر. لحد الآن المنظمات الدولية تشير إلى هذه الانتهاكات، وتشير إلى الانتهاكات التبديل الديموغرافي الموجود في العراق، والانتهاكات لحقوق الإنسان إذا كانت في الشارع وإذا كانت في القرى والألياف أو في السجون العراقية. يعني إحنا مشكلتنا مع العراق الإعدامات الجماعية اللي قاعد تحدث على شكل طائفي أو انتقامي، ليست هنالك مبرر في بعض الأحيان إعدام شباب من المناطق معينة من العراق بسبب انتمائهم لهذه الطائفة، والتهم الموجهة لهم هي تهم كيدية، بالإضافة إلى انتزاع المعلومات من الأشخاص الموجودين في السجون بالقوة. يعني حتى هذه المعلومات التي يشيرون إليها أنه ارتباط بكذا منظمة أو كذا، لا يوجد هنالك دليل ثابت على أنه هذه المجاميع، هذول الشباب الموجودين، أنه منتمين إلى هذه المجموعة، كما ادعوا على ثوار تشرين أنهم منتمين أولاد السفارات وأولاد أولاد. يعني هذه المشكلة، مشكلة الحكومة العراقية، يعني لا توجد، أول لا توجد حكومة عراقية، يعني مع الأسف لا يمكن أن نسمي الحكومة العراقية حكومة عراقية، يعني كسلطة. السلطة الموجودة بيد الإيرانيين، الحاكم الفعلي للعراق هو القائد الحرس القدس أو إيران بالفعل. يعني هذه المجاميع الموجودة في العراق من الميليشيات أو هذا العامري، يا أخي هذا العامري هو يدافع عن إيران أكثر ما يدافع عن شخص عراقي. يعني لا يمكن أنه نقول هؤلاء الناس هم عراقيون. نعم لربما ينطق أو يتكلم العراقية، بس هو دمه ولحمه وكل شيء
هو إيراني. طيب يعني استاذ حقيقة انتماء، ليست انتماء لإيران، وإنما انتماء إلى السلطة الإيرانية، إلى سلطة المعممين، إلى سلطة هذا النظام الموجود في إيران. ولاية الفقيه هو انتماء إلى ولاية الفقيه، يعني هو عبد لولاية الفقيه، لا يأمن بحقوق الإنسان ولا يأمن بالمواطنة كعراقي. طيب أستاذ عبد القادر، أمام هذه المعلومات التي تفضلتم بها عن توجه إيران لنقل ميليشيا حزب العمال الكردستاني البككة عبر ديالى، وذلك من أجل ضرب العمق التركي، لكن السؤال المطروح دائما: كيف يمكن السماح باستمرار وجود ميليشيات مصنفة على أنها منظمات إرهابية كحزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية؟ ما الذي يمنع تنفيذ اتفاقية سنجار؟ الذي يمنع أن حكومة الكاظمي وإيران تقف خلف هذه المنظمة الإرهابية، وبالتالي يتم دعمهم ماليا عبر تخصيص رواتب من هيئة الحشد الشعبي لمنظمة البككة، وثانيا أن الأسلحة والتدريب يجري جهارا نهارا في معسكرات داخل الأراضي العراقية. وبالتالي يعني ما هل الحكومة لا تعلم أن طوال الستة أشهر الماضية كانت تدرب البككة ولواء فاطميون وغيرهم في معسكر مجاهدي خلق في ديالى سابقا، وبالتالي جرى تدريبهم حتى على الطائرات المسيرة الإيرانية؟ الكل يعلم بهذه القضية والحكومة تعلم، لكن هذا الدعم المقدم لهم هو لأنهم يريدون أن ينفذون صفحات لصالح إيران على حساب السيادة العراقية وعلى حساب مصالح الشعب العراقي، وبالتالي أصبحت العراق أرض صراعات كلها حقيقة الخاسر الأبرز فيها هو الشعب العراقي. وبالتالي هذه الحكومة تحاول أن تأخذ الدعم من إيران، ولذلك حتى الكاظمي سكوته عن هذه الجرائم وعن هذه المشروع الخطير وعن هذه المنظمات الإرهابية التي تقع على الأراضي العراقية هو من أجل تجديد ولاية ثانية له. لذلك حقيقة ما جرى هو عمليات كبيرة وخطيرة تماما، ستكشف في الأيام القادمة أكثر عن وجهها، وإيران تسعى إلى خلط الأوراق في المنطقة، وإلا فإن الجريمة الحالية التي هي جريمة التهجير القسري على أسس طائفية وهي تطهير عرقي، وهي أحد أركان جرائم الحرب الدولية والإبادة الجماعية، تقتضي أن يكون هناك تدخلا دوليا، وكفى أن يكون هناك صمتا مخزيا لمجلس الأمن ولا حتى الدول الجامعة الدول العربية وغيرها، وإلا كيف يمكن أن تبرر أن الجيش الحكومي وجهاز الإرهاب يشارك في عملية إشاء المواطنين عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي عبد القادر النايل، وعبر سكايب كان معنا من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري، شكرا جزيلا لكما.